السلام عليكم وعليكم السلام دكتور وعليكم السلام دكتور الشباب بس خلينا الحمد لله. نعمل admitting للجميع الكل الان ادميتد في ظل حدا بالويتنج روم اعتقادي ما فيش حدا على العموم uh, all participants are admitted uh, ماجد الزعبي مين كمان آه مين جالكسي اي كور آه اوكي آه علي البخيت مين يوزر هذا مين اسمه يوزر مم. عباده آه قيس أو سامعين الصوت يا شباب؟ اه دكتور اه سامعين. طيب آه مين يوزر؟ مين مين اسمه يوزر؟ الشباب المايك بالله عليكم حاولوا يعني تبعدوه عن يعني مكان الاسرة، مكان الاجتماع او كذا. الو مين اسمه يوزر؟ مسمي حاله يوزر لحالها. أنا قيس. أوكي ما فيش مشكلة، المهم يكون واحد من الطلاب لأنه إحنا بجوز فعلنا تقنية الويتنج روم آه عشان آه في عندنا مشكلة بالزوم بالسكيورتي تاعته. فمضطرين نفعل تقنية الويتنج روم. آه بس خلينا ندخل الشباب كلهم لغايه الان حوالي 25 واحد يعني بارتيسيبنت بالويتنج روم بسمعوا الصوت بجوز مين جالكسي اي 2 كور هاي ردينا دخلنا مين جالكسي جالكسي مين جالكسي اي 2 كور طيب شير آه, سكرين نرجع لهون أو لهون ونقول له شير آه, إذا في حدا بالويتنج روم بنرد نشوف يعني لاحقا آه, بس نرجع لوين وصلنا المرة الماضية آه, بدي بس آه, أذكر المرة الماضية اللهم صل على سيدنا محمد الفور وقلنا بدنا ناخذ ال enumerated function see waiting room في yeah. و... two peoples عندنا بال waiting room عبد الله غزاوي مين كمان إبراهيم تفضل يا إبراهيم تفضل يا بهاء أوكي ومين أو كمان حازم آه سامعين يا شباب الان ]impression. اه 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 سامعين سامعينك دكتور طيب يا زلمه مالك بدنا نهاوش احنا <applause> 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 هذا <آهبر دهارش تصفيق> آه؟ هذا الصريح ياما مولع معاه مع الحص مع الحبسي مسكين طيب في عندنا فانكشن في في السترينجز بدنا نكمل وبعدين افتح لكم ديسكشن يعني على السريع آه اسمه انوميريت Enumerate هذا آه بيدخل على السترينج بتيح لك تعمل شغلتين بتيح لك تاخذ الاندكس وبتيح لك كمان تحصل على الكاركتر داخل السترينج يعني خلينا نشوف المثال التالي آه شوفوا مثلا في عندي سترينج سترينج Hello آه World فور لاحظوا كيف استخدمت Enumerate فور اندكس اند كاركتر الاندكس هذا راح ياخذ قيمه انتجر تمام والكاركتر شو راح ياخذ راح ياخذ قيمه كاركتر يعني بيجي على حرف الاتش في الاس تمام وين راح يتخزن في الكاركتر شو الاندكس او شو رقم الاتش زيرو الزيرو وين راح تتخزن في الاندكس معاي انتو معاك دكتور. دكتور. دكتور ليش يعني لانه في عندي اقتران هون اسمه انومريت شو يعني انومريت انومريت معناها تعدادي او عدد يعني بمعنى اخر بالسترينج اس اعمل له انومريشن فصله الاندكس مع الكاركتر طلع لي الاندكس مع مين مع الكاركتر اتفضل يا بهاء بهاء ريز يور هاند بهاء في عندك شيء؟ بهاء اوكي هاي آه اسامه هل ويتنج روم طيب بهاء في عندك شيء انت يو يور هاند قاعد يجرب اذا انها شغاله يا دكتور بس طيب عادي احكي لي ما فيش مشكله يعني اذا هي يعني اللي بده اللي بده يعني يحكي شغله او كذا بامكانه يعمل ريزنج هيز هاند بعرف انه بده شغله معينه اوكي بالزوم مش مشكله كيف يعني كيف يعني هاي كيف تنعمل؟ باعتقادي في عندكم اوبشن يفترض انها موجوده عندكم على هاي <applause> عند المور يا دكتور ما قطعان بكلامك عند المور على هاي ثاني خيار ريز ريز هاند انا كون آه آه. كوني ما فيش عندي ريز هاند بس بجوز عندكم كون ستودنت موجود اه دكتور اوكي تحت على اليمين طيب ما فيش مشكله في عندي لانه طلاب على على صاروا بالويتنج انا بدخل فيهم واحد واحد اللي بيجي احنا مضطرين نعمل هيك طيب نرجع لموضوعنا يا شباب الانومريت هو فانكشن داله بتدخل على السترينج بتعمل لنا تعداد بالشكل التالي إنها بتعطينا الإندكس مع الكاركتر شو بتعطينا؟ الإندكس مع الكاركتر طبعاً آه لما باجي أنا بحصل على الإندكس مع الكاركتر تمام بقدر بالحالة هاي آه بسهولة بدل بدل ما أنا أحصل على الإندكس من خلال اللين واصير أمر على الكاركترز واحد واحد آه بإمكاني مباشرة أحصل على الكاركتر وعلى الاندكس شباب مين جالكسي A2 كور مين جالكسي A2 كور بدخل صار داخل أكثر من مرة أو أو أنه بطلع برد يخش مرة ثانية مش عارف شو قصته أوكي على كل حال بسيطة بدنا نعمل شيرينج ل وبدي اوريكم الفرق الان بين اللهم صل على سيدنا محمد بين الحصول على الكاركتر كاركتر باي كاركتر ومع الاندكس تمام بهاء ما انت كنت موجود ليش طلعت؟ ما انت كنت داخل ليش طلعت وبعدين رجعت مره ثانيه على العموم شباب الان بدي اقول له هون لينك ايكوال لين اوف اس بتعرفوا اللين شو بتسوي صح ولا لا اللين بتحسب طول السترينج الان بدي اقول له التارجت تارجت ايكوال يو يعني بدي ادور على حرف اليو وين جوا جوا السترينج بدي اقول له فور فور سي او خلينا نقول فور ان of اوف uh, تمام tamam. then what to do uh, for i in range مش الرينج غلط اوكي وات تو دو بدي اسال سؤال اف اف اس تي ار of i equal equal التارجت اللي هو الهدف تاعي then what to do شو اسوي طبعا احنا قلنا عاده انا بفضل احط هذول readability الشرط احطه بين ايش بين اقواس يعني بدي امر عليهم كاركتر كاركتر اقول له برنت برنت ذا كاركتر اكزيست اند اندكس ايكوال شو الاندكس ايكوال ايش مزبوط ولا لا and طبعا هون بديش اقول له يكمل خلص بدي اقول له بريك اول ما يلاقي حرف اليو يتوقف إلس إلس what to do what to do آه يعني nothing ما بديش اعمل ولا شيء يا بقول له continue يا ما فيش داعي للإلس كلياتها تمام بالحاله هاي يا شباب شو سويت انا حصلت على طول السترينج اللي هو linked وهذا كلياتنا بنعرفه وحطيت شو الحرف اللي بدي ادور عليه مثلا او الكاركتر او اي حاجه بدي اياها طبعا انتم بتعرفوا في عندنا ميثود اسمها فاين مزبوط ولا لا بس انا بدي اعلمكم شغله جديده اللي هو بامكاني احصل على الكاركتر مع الاندكس فور اي ان range للينك يعني بدها تاخذ من و من من زيرو للينك اذا كان اس تي ار اوف اي بيساوي التارجت تمام برنت كاركتر اكزيست اند اندكس ايكوال اي وبريك الان آه نعمل رن نشوف النتيجه The character exists and its index قد ايش اعطاني 5 اجى اخذ اليو دور عليها هون هل هي تساوي هاي لا تساوي هاي لا تساوي 0 1 2 3 4 5 اذا اليو هون قد ايش الاندكس تاعها 5 تمام الان هذا بامكاني اختصره كيف اختصره مين بيعرف بامكانك عندي سؤال انا قبل الاختصار تفضل كيف حالك دكتور هسه لو كان في عندنا مثلا حرفين مثلا الواي وان مثلا اه بدنا حرفين يكون يعمل سيرش على الحرفين نعملهم بدبل ولا بوحده بس احنا بامكاننا نعمل باستخدام الميثود فايند بدون هاي اللوب كلياتها أه. هون اعمل اف ستيتمنت ثاني واقول له اذا سترينج اوف اي ايكوال كذا else اذا كان ايكوال كذا مزبوط ولا لا؟ مزبوط <applause> يعني اذا بدأ... بس المقصد إن انه اذا اذا اذا, إذا توافق الشرط يعني اذا كان فيه واي او او يعني بدك تحط هنا اور لا لا اذا كان فوق عند الواي عند التارجت اه اه التارجت اللي احنا لاقينها الواي اذا كان فيه واي او اور أو. اليو اليو او اليو او الاو او الدبليو مثلا يعني بدك تحط هون اور ما بصيرش ما بزبط مش دكتور مش اور دبليو حرف الاو او الدبليو ما هما كيف بدك تحط حرف الاو او الدبليو يعني بدك يكون عندنا حرفين يعني يعني يكون عندنا حرفين اه بصير بصير ما في مشكله ابدا يعني هون ممكن يو دبليو قصدك انت هيك يعني كاسترينج ما هو السترينج لازم يكون محصور بين تو double quotation عرفت علي؟ اها فا فهمان ف... عليك دكتور آه. ف... بس المقصد انه كانوا منفصلات يعني اذا انا لقيت بهالجمله حرف الدبليو W او حرف اليو U اوكي اعمل لي هيك ماشي معناه شو بنسوي؟ بنعمل من... هاي كومنت خلك معي خلينا اجاوبك على سؤالك نعمل أه. هاي كومنت وبنيجي بنقول منس... هنا اذا كان السترينج ايكوال يو تمام؟ اها اور أه. Uh, str uh, of i equal equal w اطبع uh -huh. الكاركتر exist and index وبامكاني اطبع الكاركتر كمان يعني uh, بامكاني اقول له the character uh, مثلا uh, the character فاصلة uh, uh, str of uh, i وبعدين احط فاصلة هون وبعدين exist اتس ايكوال كذا ماشي الحال هيك ماشي آه. اور هذا او هذا بطبعه وبطبع لك الاندكس تاعه فلا طب ليه دي... ها تفضل يا دكتور هسه آه على الاي ايش حطينا احنا قيمه محلها الاي ما هي تاخذ رينج من وين لوين لو لللينك لما احط اللينك اللينك شو هو وعبارة عباره عن طول مين اه طول أنا... ال... ال... آه. الجمله كانت تاعت ريال ممكن يونيفرسيتي من بالزارة. صفر ل... وبالتالي هذا راح يتحرك عليها كلها يبدا من صفر لغايه الطول كامل تمام مم. تمام الان بمر على استي ار اوف اي اول مره لما بده ياخذ صفر معناه راح يقارن مين بواي مزبوط بواي مزبوط اللي هي صفر واللي بعديها وهكذا الواحد يعني واثنين بي... وثلاثه بالضبط طيب والان عمليه المقارنه هاي معناها الحصول على الكاركتر لكن الاندكس تاع الكاركتر مين هو؟ هو الاي مزبوط ولا لا مزبوط شا... اذا بالحاله هاي انا قاعد بقارن اذا لقى يو او لقى دبليو على فكره لو ما حطيناش بريك بستمر للاخير بدي ظلوا يعطينا لوب بدي ظلو... هاي. آه. هاي انا هاي انا بدي اعمل لك ران وراح تشوف هاي هون اعطاني شو The كاركتر يو اكزيست اند اتس اندكس ايكوال 5 آه طبعا هون آه... or سترينج W small مش موجود ما فيش عندي لو حطينا يو كابيتال شو رايكو اه بصير يو كابيتال هاي آه يو كابيتال وهاي رن يفترض يعطيني نتيجتين مزبوط ولا لا مزبوط اسمول اكزيست اند اندكس ايكوال 5 The character U كابيتل exists and index equal 8 اللي هي بأول اليونيفرستي <applause> اللي equal بالضبط بالضبط. هاي خمسة ستة السبيس محسوب سبعة وهاي قديش ثمانية. آه. وصلت الفكرة. الآن هذا هذا البرنامج إحنا الآن مش كان الهدف اني ادور على حرفين او حرف كان الهدف انه كيف انا حصلت على الكاركتر وكيف حصلت على الاندكس بدل ما اقول العمليه هاي يعني خلينا نرجع لبرنامجنا الاصلي اللي هو تارجت مثلا ايكوال يو تمام واجي هذا كلياته ما بديش اياه بالطريقه هاي بدي استخدم الانومريت الانومريت بدي اقول له فور اقول له اندكس أو بلاش اندكس إذا بتحب اي إذا بتحب لوكيشن ها لوكيشن آند كاركتر بكتبها كاملة عادي كاركتر ماشي ان انوميريت انوميريت اوف مين لمين الإنوميريت للأس تي ار لأس تي ار تمام uh -huh. شو يعني شو يعني؟ يعني مر على على الكاركترز اللي موجودات في السترنج واحد واحد وعطيني واعطيني شغلتين من هالسترينج اعطيني اللوكيشن للسترينج للكاركتر مع الكاركتر نفسه بالحاله هاي شو بقول له بقول اف له اذا مثلا بدي اقارن اف الكاركتر خلينا نحطها بين قوسين الكاركتر ايكوال ايكوال تارجت اذن شو اسوي يا شباب <applause> عفوا احنا اخطينا طيب بسيطه مش مشكله اذا هاي ذن شو اسوي برنت دي كاركتر ايكوال فاصل الكاركتر او التارجت ماشي مظبوط ولا لا its location its location ايكوال فاصله لوكيشن مظبوط ولا لا نعم. بس دكتور نعم سؤال بس تفضل هسه أه لو التارجت جبناها قول هالتارجت ايكوال يو اه وحطينا اه كاركتر ايكوال ايكوال يو بدون تارجت عادي ما في اي بتزبط مشكله صح؟ ما اه بتزبط. خلص زي ما بدك هاي اعتبرها طارق وهون شو بدنا نحط؟ يو بس يو انا بس يو بس معناته هون خلص هاي هيك اتس اوكي هاي هيك صحيح وهيك صحيح ما في اي مشكله بس احنا ليش حطيناها متغير افرض انك بدك تبحث عن شغله ثانيه وعلى فكره افرض انك بدك تدخل الشيء اللي بدك تبحث عنه من الشاشه مش يو تبحث عن حرف ثاني يعني تمام أوه. او مقطع ماشي هايرا انومريت از نوت ديفايند معناته انا آه يا اني كتبتها انومريت يا يعني الكتابه تاعتي ممكن تكون غلط ام اي 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 ان انومريت ام اي دكتور ام اي بعد الام في اي دكتور اوكي بس خلينا نفوت الشب مش مشكله نرجع لهون آه طيب آه انو مي اي صح انو <applause> بالشكل هذا طيب تمام هاي تعرف عليها اوكي هاي رن the character U the character equal U its location أنا حاط it its لازم its location equal 5. مزبوط أعطاني نفس النتيجة إذا بتلاحظوا مزبوط ولا لا مزبوط مزبوط إذا ال enumerate شو سوت الفانكشن function enumerate شو سوى شو سوى أعطاك الإندكس أعطاك الإندكس وأعطاك الكاركتر ولو ما حطيت الانومريت ما بصيرش تحط هذول الثنتين تمام شو معنى هذا الكلام معناه مر على السترينج حط الاندكس في اللوكيشن وحط الكاركتر في الكاركتر وصلت السلافه اها وصلت هاي الاسماء اللوك والكاركتر هذول من عندي بامكانك تسمي أه تسمي مثلا هون بدل اللوكيشن تسميها ال وبدل الكاركتر تسميها سي اتش زي ما بدك هاي التسميات انت من عندك الانومريت هاي محجوزه هذا فانكشن اسم الفانكشن تمام لكن هون كمان ما اني حطيت سي اتش اذا هون شو لازم تكون سي اتش وبدل location شو لازم تكون ال لاحظين يعني ما فيش اسماء هاي الاسماء بتتغير زي ما بدك انا آآ آآ شو سويت اللهم لا على سيدنا محمد شو سويت انا the character ال المشيك في عندي شغله غلط انا سويتها طيب مش مشكله مقدادي اوكي هاي رن اوكي آه فور آل. ما غيرت اسمه نعم الكاركتر سي اتش لا لا قصدي بالاف اه اوكي آه الك... آه ما في مشكله الكاركتر يو هو بدور على يو لا قصدي آه. في آه آه الكاركتر نفسه انت خليتها سي اه اوكي 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 لازم هاي سي اتش شايفين اوكي هاي صحيح فأخذ القيمه القديمه اللي في الميموري هاي هيك صح صار اوكي وصلت الفكره يا شباب شو كيف استخدمنا الانيمريت وصلت كل فكره اذا الانيمريت آه شو بيساوي باخذ السترينج وبقول لك انا بعطيك بمر لك على السترينج كاركتر باي كاركتر باستخدام الفور الاندكس تاع الكاركتر الاول او الكاركتر بحط لك في ال والكاركتر نفسه بحط لك اياه بالمتغير الثاني وبامكانك تظلك تلف حتى يخلص السترينج كلياته باستخدام جمله ايش؟ الان. لكن البرنامج اللي كتبناه قبل شويه شو استخدمنا؟ استخدمنا الفور لوب العادي واستخدمنا اي واستخدمنا اللين معاي انتو؟ شفت الفرق, بي شفت الفرق شفت الفرق بيناتين طيب تمام نرجع ل لال... اللهم صل على سيدنا محمد شير بس لل آآ آآ اوكي نيو شير هاي شير دكتور تفضل يعطيك العافيه الله يعافيك اغلبك هسه بالنسبه لهاي اللي هي إنه بدي اعرف اللوكيشن تبع مثلا حرف من الاحرف نعم نفس هاي تاعت الاندكس صح انا جربتها على البايثون اللي اندكس مثلا اكتب جمله نعم. اسميها باسم نيم واحط نيم دوت اندكس يعطيني احدد الحرف مثلا يعطيني الرقم تبعه نفس الشيء صح نعم نفس الشيء نفس الشيء بس احنا الميثود مش كل الميثودز درسناها قلنا في عندنا ميثودز اذا بتتذكروا الاساسيات ذاكرين المره الماضيه هاي الميثودز الاساسيات شو هن Uh, في عندي كابيتلايز كاونت ends with start with find إذا بتذكروا find is digit is numeric len lower upper lin, في فانكشن وفي ميثود منهن مزبوط ولا لا والفرق بين الفانكشن والميثود أخذناه الآن في عندك اندكس انت مزبوط ولا لا في عندنا ميثود اسمها اندكس هاي في طبع. عندي هون uh, مش هيها اندكس هي. تمام هيها الاندكس شو بت بتعطيني بتعمل لي اندكسنج هون كاتب لك سب سترينج الستارت والاند ممكن انك تبحث عن سب ويعطيك بدايته ونهايته او ممكن تبحث عن كاركتر معين ويعطيك وين موقعه بالضبط تمام للاندكس بس مش راح ندرس كل الـ كل الميثودز يعني لكن انا في من واحد لعشره هذول الاساسيات اللي مطلوبات منك طبعا الانومريت فانكشن شوي مهم لانه بعطيك شغلتين مع بعض بعطيك الاندكس وبعطيك شو الكاركتر وطبعا هاي امثله هون عندك على الـ على العشره هذولا امثله المره الماضيه استعرضناهن على السريع وقلنا لكم جربوهن وفي عندك هون موقع كثير كويس اسمه geeks for geeks للبايثون في في امثله رائعه جدا يعني على كل شيء بدك اياه تمام جاوبتك على سؤالك يا تمام دكتور تمام <applause> الاندكس نفس الشيء يعني ما ما بتفرقش طيب نرجع لموضوعنا احنا عشان يعني ما نطولش على السترينج اكثر من هيك اذا لاحظوا اللي سويته انا قبل شوي بيشبه البرنامج هذا هون كاتب لك ريفر بي تارجت انبوت كاركتر تو فايند اعطيني الكاركتر بدك تبحث عنه فور اندكس طبعا هذا متغير انت بتسميه اي اسم بدك اياه ان رينج للن للريفر اوكي اذا كان بيساوي التارجت برنت لتر بريك الى اخره هذا الطريقه الكلاسيكيه اللي احنا بندور عليها لكن باستخدام الانومريت شوف اندكس اند لتر اف لتر ايكوال تارجت برنت بريك اذا لاحظوا ما استخدم لا لا ريفر اوف اي ولا ولا ما يحزنون ما استخدمناش الاندكس اوريدي موجود معنا باستخدام الانومريت وصلت الفكرة؟ <applause> تمام في عندنا اه شيء اسمه سبلت اه السبلت شو بتساوي؟ اه خلينا نرجع للبرنامج عشان اوريكم السبلت ال شو بتعمل بالضبط السبلت اه الها بتعمل توكنايزيشن شو يعني توكنايزيشن؟ خلينا نشطب هات. ونيجي هون نكتب آآ آآ S1 كما S2 equal STR dot دكتور مش مبين عند الكتابة أو أنا آسف مش مشكلة أنا آسف هسه بعمل شير أوكي هاي شير وصلتكم؟ اه تمام لاحظوا <سؤال> نفس البرنامج يو ار موك يونيفرسيتي بس شو عملت كتبت S1, s 1 اس فاصله اس 2 equal اس تي ار دوت دوت ايش split شايفين السبلت اه دوت شو يعني سبلت سبلت معناها قسم مش هيك اه, أه. بتقسم لك ال ال هذا بناء على الوايت سبيس شو يعني الوايت سبيس؟ الوايت سبيس اللي هو التاب او البلانك يعني بتعمل لك توكنايزيشن بتعتبر انه اليرموك هاي عباره عن كلمه وفي فراغ صح؟ هذا الفراغ بنسميه وايت سبيس وهاي كلمه ثانيه بتحط لك الكلمه الاولى في S1 والكلمه الثانيه وين؟ في S2 تمام؟ خلينا نطبع هون بعد ما عملنا سبليت برنت برنت شو رايكو s1 فاصلة نحط فراغ بيناتهم ونحط هون فاصلة s2 تمام نشوف الرن والنتيجة اللي بتطلع معانا i'm back non-itrable uh, built-in or method object شو المشكلة عندنا دوت uh, split اوكي okay. اوكي okay. سبريت طبعا بدك تكمل لانه الفانكشن باراميتلس ما لهوش باراميترز فبدك تسكر الاقواس تاعته اوكي لاحظوا شو اعطاني هون يرموك يونيفرسيتي لو حطيت تونا سلاش نيو لاين تمام وعملت رن اليرموك كلمه لحالها معايا يا شباب معاك دكتور وين اجت في اس 1 واس 2 شو حط لي فيها يونيفرسيتي صارت في اس 2 تمام تمام اذا السبلت شو بتعمل؟ بتقسم لك السترينج الى توكنز التوكنز هذول حسب الوايت سبيس طيب. ابجريد زوم اوكي اوكي طيب دكتور دائما بتقسم زي هيك طب لو كانت المقطع من ثلاث جمل لو كانت زي أيوه. موك يونيفرستي طيب الان لو جينا احنا كتبنا هون اس 3 تمام معاي ايوه آه طب والله الانوتيشن Annotation كلير آه انوتيشن آه، 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 uh، وين صارت الكلير Clear انوتيشن بدناش حدا يخاطرش لنا على الشاشه طيب Annotation اوكي Clear شباب نرجع لبدناش بدناش Annotation هنا ماوس آه 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 الآن طلب التقسيم هلأ كم من قسم؟ 1 2 3. بس أنا إذا طليت على الجملة، مقسمه عندي لكم 2 لقسمين بس يعني، فبدي أشوف، آه بدي أقول له كمان اطبع لي S3. آه، تمام؟ آه خلينا نشوف فايرن ايرور Not enough values to unpack. شو أعطاني؟ Not enough values. لكن لو جيت يرموك يونيفرستي ان اربد او نقدر نحكي ذا يرموك يونيفرستي اوكي خليها يرموك يونيفرستي ان اربد خلينا نشوف اس 3 شو راح يتخزن فيها وخلينا إن. نعطيها هون سلاش نيو لاين تمام ها راح راح يتخزن, يتخزن عندنا ان اربد راح تظلها فاضيه <applause> نتاكد من الموضوع تمام هيرن حط أه فاصلة دكتور اوكي هاي فاصلة عن اذنكم بس دقيقة uh, ارد على التليفون الدكتور معاي دكتور خذ وقتك دكتور طيب آه دكتور عبيدة حياك الله الله يسلمك يا رب الله يحفظك دكتور اكلمك بعد شوي لانه عندي سيشن طلاب معي على الـ على الـ على الزوم بصير معذره حبيبي الله يسعدك يا هلا مع السلامه اه شباب اه تفضل هاي رن. خلينا نشوف شو النتيجه اللي بدها تطلع معنا too many values expected 3 آه. too many values to unpack <applause> يعني في زياده عن ثلاث، طيب والله لو شلنا ايربت آه وخليناها ان وخلينا ناخذ رن هيك إيه تمام هيك صار مزبوط لذلك لما احنا بدنا نعمل نعمل آه آه سبلت لازم نكون عارفين تقريبا يعني آه هذا السترينج آه قديش فيه آه يعني قديش فيه توكنز وبالتالي السبلت بتقسم لك بس بتقسم لك لازم يكون عدد الفاريبلز اللي موجوده هون تساوي قديش انت عمل عدد التوكنز اللي موجوده هون تمام يا شباب لذلك السبلت خلينا لو أه. رجعنا لهون الكتور. معلش معلش خليكم معي ااا أه. 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 شير بس مره ثانيه اوكي أه. واصل كل... اه اه تمام اه وصلنا طيب the split function will take a string and break it into multiple new string parts depending on the argument character. شو بعمل له breaking. By default, no argument is provided. Split is on any white space character. Tab, blank, etc. ما فيش argument. The split ما بأخذ argument. فقط بتحط split وبتسكر الأقواس. على سبيل المثال لو بدي مثلا سامي هادي الحسن مثلا بدي اعمل اقسم الاسم الاول الوسط الاسم الاخير. First middle last equal name.split لما اقول له برنت فيرست راح يطبع سامي. ميدل هادي ليش لا نعمل split للاسم على ثلاث متغيرات. لازم اكون حاسب حساب انه انا الوايت سبيسز اللي موجوده هون بتفصل عندي على ثلاثه توكنز اوكي؟ okay? You can assign the pieces with multiple اساينمنت if you know how many pieces are yielded. إذا كنت بتعرف قديش عدد البيسز اللي موجوده واحد بيجي بيقول يقول لي انا طيب انا مش عارف قديش عندي عدد التوكنز الموجوده طبعا لها حل ثاني بامكاني احول السترينج الى ليست مباشره هو اوريدي بيقسمه تمام يا شباب اوريدي بيقسمه مره ثانيه ما فيش طبعا لما ناخذ الليست راح نعرف كيف انه اوريدي الليست بتقسمه وبتعمل سبليتنج مباشره وصلت كل فكرة؟ اه بس دكتور سؤال صغير بس لو سمحت. تفضل تفضل هسا هسا هس السبليت انا مثلا مش فاهم شو بالضبط ممكن نستعملها عشان لو احنا المثال اللي اعطيتنا اياه. نعم اه... انا حطيت شوف هنا شوف هنا المثال هذا موجود امامك يا سامي حادي الحسن م. بدي هذا اسم ثلاثي مزبوط ولا لا؟ من ثلاث مقاطع. بدي اشوف وين الاسم الاول وين الاسم الوسط وين الاسم الاخير فشو سويت عملت سبليتنج اي اسم بيجيني هو من ثلاث مقاطع انا شو بسويه له حتى قسمه كل واحد لحال عملت <applause> سبليت <applause> اه وحطيت الفيرست بالفيرست والميدل بالميدل واللاست باللاست فبامكاني اتعامل معاهم كل واحد على حده تمام تمام <applause> دكتور هاي احد التطبيقات في تطبيقات اخرى بمعالجه اللغات الطبيعيه لما بدك تبني توكنايزر شو هو التوكنايزر التوكنايزر باخذ لك ملف كامل بيعتبره سترينج وان سترينج الى توكنز الى توكنز يعني الى كلمات ليش بدك هذول الكلمات افرض انه في عندي ملف وبدي اشيل منه الكلمات غير المفتاحيه مثل عن على في لم ليس لن هاي بسموها كلمات غير مفتاحيه ما بتاثر على المعنى بس طبعا هذا وين؟ في الامام في معالجه اللغات الطبيعيه. الامر سبلت له اهميه كبيره جدا بالحاله هاي. لكن في اقوى منه، الليست اقوى منه لانه بتحول السترنج كلياته الى ليست اوتوماتيكلي الليست بتقطع لك اياه لتوكنز. وصلتكم الفكره؟ وصلتكم بناء على على بنكتويشن وفي كمان فانكشنز اقوى منه بتقطع بناء على punctuation. تمام يا شباب؟ تمام <applause> <سؤال> طيب هذا اذا بتتذكروا اعطيتكم انا برنامج الباليندرومز هذا نفسه موجود هون اللي هو انك تقرا الاسماء من اليمين لليسار او من اليسار لليمين ظل علينا شغله واحده بس اذكر فيها انه بامكاني نرجع نعمل شيرنج معلش انا ما ظلش غير دقيقتين وبرد افتح لكم سيشن ثانيه انه في عندي انا لايبراري اسمها string بقدر اقول له import string تمام import string أه ومن ال library تاعت ال string في عندي functions كثيره مثلا بدي احصل على punctuations شو هن ال punctuations علامات الترقيم مزبوط ولا لا ال punctuations اوكي لقمان معنا مديح اللي جيت دائما واصل متاخر يا لقمان البانكويشنز ايكوال سترينج لاحظوا ما بكتب str لا بدك تكتب سترينج السترينج اللي هو ايش الامبورت زي الماث ذاكرين الماث اه هذا سترينج هيها شايفينها هاي طبعا ايش زي زي فانكشن جاهز بتعطينا punctuation مارك uh, 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 او خلينا نقول هنا عشان ما نخلطش بيناتهم يعني هذا اسم من عندي وهذاك اوريدي جاهز باللايبراري سترينج بدي اطبع البانك برنت بانك خلينا نعمل رن عشان نشوف النتيجه مع بعض شو الطباعه اللي طلعت معنا هون لاحظوا هذول كل البانكتويشن اللي موجوده عندك على لوحه المفاتيح ها أه وين تخزنن؟ في السترينج اللي اسمه إيش؟ بانك. ووصلتكم الفكرة؟ وصلت. أه مثلاً في عندي سترينج .dot white space. سترينج خنقول white space equal سترينج .dot white هاي white space شايفين؟ لو قلنا له هنا شو هن الوايت سبيس؟ السبيس العادي والتاب مزبوط ولا لا؟ برنت كيف يظهر معك كذول بالطباعه؟ دبليو ال... اس بي أه؟ صح؟ آه، شو سوين؟ الوايت سبيس مش بس اللي هي التاب والوايت سبيس التاب والسبيس العاديه وكمان الهيدن كاركترز معاي انتو؟ اها والclear screen كمان تعتبر white space.